البنات اليوم صرا لي نوفيل فيديو فلاشين باش تكون فيديو شويه جديده. صاغ الفيديو جديده فلاشين ديالي لايف ستايل بيسكو هاد لي فيديو غادي يكونوا فيهم دي كونساي. بزاف بزاف منكم طلبتوني على هاد لو جون دي فيديو اي صراحه قلت مع الباك تو سكول ولا غادي تكون فيديو انتريسونط. كيف ديما كندير الريتار باش نكنحطكم لا فيديو شي فريمون ديزولي ولكن هاد الصيف هذا ما عرفتش شنو وقع هلكني البرد هلكني شي دابا كنهضر معاكم بلاصه كيتزعزع مي بون باسكو بزاف ديالكم كطلبوني ندير لكم اون فيديو قلت على صور لكم اون فيديو بوغ هاد الويكاند هذا. دونك فوالا كيما غتشوفوا ان لاغيير بلون بدل ديرو راسكم مشتوش وما باسكو كنبدل ما عرفتش فين نشد الضو ما لاقيتش الضو البلاصه اللي فيها الضو حريره هذيك بوحدها. مي بون قلت لهم باسكو فيديو فوالا كونساي ولا راني فقدنا موسيام ولا شي حاجه ليا شويه يعني هكذا. دونك انا دوز داسك بحال مشتوش فوالا نبداو لا فيديو سويت انتريسي باغيين تعرفوا بالنسبه ليا لي كونساي اللي كنستعملهم اللي كان ديما كنتفكرهم باش نحقق غير هدف ولا اي حاجه عندي في الراس بقى ما يتبتل. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم ثلاثه تاع الحوايج نبداو بهم. اول حاجه الا شفتوا لي فهاد الفيديو شويه عيانه ولا مره كنترخى دونك غير البرد داسكم بحال ما شفتوش والو. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقولها لكم ولي كونساي اللي غنعطيكم في هذا لا فيديو هو حوايج اللي انا كينفعوني ولي انا كنستخدمهم. ماشي معناها باللي راني انسانه فاهمه ولا شي حاجه بالعكس انا من الناس اللي كنعتبر راسي قاصح بزاف لابعد الدرجات. ملي كنبغي شي حاجه وكنديرها في الراس من غير المكتب والقدر ما كاينش حاجه اللي غادي تريدني نضطر نسمع نزل لهاد الحاجه اللي بغيتها نديرها واخا وربي كبير ما حد ديك الحاجه ماشي معيوبه ممكنه وكاينه في هاد الحياه دونك ما كتريدنيش. ديكو بغيت نبارطاج معكم لي كونساي اللي انا كنستعملهم. هذا اللي بغيت نقول لكم بلي هي سيري الفيديو اللي غنبدا فلاشين حيت نتوما طلبتو مني دونك فوالا جيسبيغ ان تاخذوها بواحد القلب اللي هو رحب وزوين. الا كان لو كوم تنساش انا قلت لايك ولا فيديو باش نعرف بلي كتبغوا هاد لو جون دو فيديو. ما تنساش انا قلت اول في ماشي الى اول مره كتشوف هاد لا فيديو هادي اتابعوني على مي ريزو سوسيو اللي كلشي غتلقاو في لا باغ دانفورماسيون تلايكي وتلايكي باسكو فوالا نوصلو هاد لا فيديو هادي 200 لايك دونك فوالا نبداو تو سويت. بالنسبه ليا ديجا ان الواحد يكون عنده هدف وحاجه كانه كيخدم عليها من اكبر الحوايج اللي خصها تكون عندنا في هاد الدنيا. كنهضروا على الاهداف والاحلام كل واحد على حسب هو ومخو على حسب هو المستطاع ديالو. حلم واحد تلقى عنده بسات لاخر باغي يوصل للمريخ واحد يعني كل واحد والاحلام ديالو البسيطه على حسابه وعلى حساب الحياه ديالو وعلى حساب الشخصيه ديالو. لفيت ان تكون عندكم ديجا هاد الحاجه هي يعني انسان بالنسبه ليا واعي كما نقولوا غادي يعتق حياته ديجا غادي في لو بون سونس. دونك هذه حاجه مزيانه بزاف 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 ونتمنى ان كل واحد واخا ما عندوش حاجه بسيطه يقلب. ماشي من انا كتولد معاك ولكن كيقلبوا واحد كيوصلوا على سيغتان مومون فواحد الحياه ديالو كيبقى يقول انا علاش مديور واش كندير في هاد الدنيا. كيبدا يفكر الحاجه اللي كتعجبو كيبدا يفكر الحاجه اللي كتناسبو كيبدا يفكر على شي حاجه اللي باغي يديرها حتى هو باش ينجح فيها. دونك ماشي معناها انا غادي تزيد معاك الا ماشي شي حاجه اللي هي فطريه حاول انك تقلبوا عليها وتهدوا اهداف في حياتكم بسيطه كبيره صغيره شنو ما كانت ولكن تغطى ولا تغطى من تنوض واحد يكون عارف على سفارق. والحاجه في تحقيق الحلم ولا تحقيق الهدف هو لا وجود للمستحيل. كنهضروا في شي حوايج اللي ما كاينش الامبوسيبل في هاد الدنيا. باغي تمشي شي بلاصه ان شاء الله في الاخر الكره الارضيه كاينه في هاد الدنيا. الناس كيهزوا الطياره كيمشيو لتما كاين شي وسيله باش انك توصل لتما دونك غادي تمشي. كيهضروا الناس انهم ينجحوا في واحد الامتحان علما ان ديك الماده ما كيفهموا فيها والو. كاين اساتذه كاين الناس اللي كيعاونوا كاين كتبه كاين مخ ما غادي تنجح فيها. شنو ما كيكون الهدف بغي شنو ما بغي يكون دراسه قرايه سفر تولي عارضه ازياء وهي سمينه باغي تولي 60 كيلو باغي تنقص في الوزن باغي دير شين يوتيوب باغي تولي طبيبه مهندسه باغي تطير باغي تولي طياره وهي اصلا ما تفهم والو في القرايه. حتى حاجه في هذه الدنيا ما كاين مستحيل ما حد ان ديك الحاجه كاينه في الكون يعني واقعيه ما حتى حاجه واقعيه ما كاينش مستحيل حيت الناس داروها وكيديروها ما حتى عندك العقل والانسان اي حاجه كاينه وممكن. كاول حاجه ما تقمعوش الحلم ديالكم. الا باغي تحققوا شي حاجه وانتم ما عندكمش المواصفات اللازمه ما معناهاش بلي ديك الحاجه ما غاديش توقع. فكري في الحاجه واخا بعيده كل البعد على اي حاجه عندها علاقه بك دونك فكري فيها بغيتيها باغيها بزاف خلي ديك عندي ولا ما عنديش من بعد كتخدم عليها ولكن ما تحقرش الحلم ديالك الا راكي باغياه ديري في راسك ومن بعد غادي تخدم عليه. نبداو تحقيق الحلم والدرجات اللي ضروري خصك تتابعيهم. سؤال مهم وضروري ومؤكد خصك تسوليه لراسك واش انت حقا حقا باغي هذيك الحاجه حيت خصك تكون ما مأثر فيك حتى شي حاجه حتى شي حاجه خارجيه داخليه ما تكون مأثرة فيك. علاش بزاف تاع المرات كنكونوا في شي بلاصه كتكوني في التلفازه كتشوفي شي شخصيه كتأثر فيك وكتولي في ذاك الوقت في ذاك الوقت المحدد كتكون لي باغي ديري ديك الحاجه. سمعتي شي هضره شفتي شي حاجه حلمتي شي حاجه مانيش عارفه شنو هي يعني خصك تعرفي واش داك الحلم ولا ديك الحاجه اللي باغي ديريها مؤقته حيت اثرت فيك واحد الحاجه خارجيه ولا شي حاجه واقفه عليها حياتك يعني باغيها طيري تنزلي باغيها حيت تقدري تبداي في الطريق وغادي تضيعي في التلال الوقت وتلقاي بلي حاجه كانت مؤقته فقط
وضيعتي عليها وقتها، ماشي شي حاجه اللي هي مترسم عليها حياتك. دونك هذا السؤال لابد انك تسوليه لراسك، تكوني بعيده كل بعد على اي حاجه تقدر تاثر فيك، خارجيه ولا داخليه ولا شنو ما بغى يكون. خصك تسولها هذا السؤال، الا اقتنعتي بلي فريمون لا حتى حاجه ما اثرت فيها ولكن باغيها منيتي، داك الساعه غادي تبدا في الخطوات اللي من بعد. دابا من بعد ما حققتي او لا لقيتي، حنا بدينا باش حققنا، لقيتي الهدف ديالك، عرفتي بلي حاجه اللي كيباغيها، غادي نفوتو غادي نشوفو اللوازم باش غادي نحققوه. كتبداي كتوزعي انت شنو عندك كمكونات وكمواصفات، الحوايج اللي ديجا عندك يعني واجدين. غادي نهضر على يوتيوب، غتلقاوني في اليوتيوب بزاف تاع المرات، غناخذها كمثال حيت هي الحاجه الوحيده اللي كتربط بيناتنا هنايا. انا كتشوفوني من خلال يوتيوب، كنخدم يعني كحلم تاعي مثلا هو يوتيوب، دونك هي الحاجه الوحيده اللي غنتفاهموا فيها، ولكن كل واحد ينشغل الهدف ديالو شنو ما غادي يكون. يوتيوب مثلا انا بغيت نبدا شان يوتيوب وحلمي انا نكون عندي قناه ناجحه في يوتيوب. كنهضروا على يوتيوب مثلا، انت عندك مواضيع باغيه، عندك بزاف مواضيع باغي تطرقي فيهم ولكن ما عندكش اللوازم. كنهضروا على كاميرا، كنهضروا على بلاصه تصوري فيها، كنهضروا على اكليراج مزيان او العكس. دونك انت ما غاديش تبداي، دونك غادي تبداي انك مثلا مواضيع ديجا عندك غادي تطرقي لهم كثر، غادي تحللي فيهم كثر، تبداي تشوفي يعني كيفاش غادي ديري تناولي داك المواضيع ديالك. وان ميم طون انت غادي تمشي غادي تبقاي تقلبي على كاميرا مزيانه، بلاصه اللي غتصوري فيها مزيانه، دونك كتبقاي تخدمي على نقاط القوه ديالك، كتزيدي تقويها اكثر، ونقاط اللي هما ضعف وما عندكش كتبداي تقلبي عليهم باش تكملي ديك الحلقه اللي غادي تكون من اللوازم الاساسيه باش انك مثلا غتنطلقي فواحد لاشين يوتيوب. نقطه مهمه ومهمه بزاف بزاف بزاف، لان ما يمكنش مثلا عندك غير شي موضوع غادي تاخدي كاميرا شنو ما كان حداك واخا لا كاليتي ديالها خايبه، ما كنهضرش على كاميرا اللي تقدر تصوري بها، ولكن كاين شي كاميرات اللي مثلا ما كان فيهاش الضوء ولا ما كتصورش مزيان وتنطلقي. بزاف نتاع الناس علاش كنقول هذه، حيت بزاف نتاع الناس ما عندهمش القوه باش كينطلقوا من الصفر. بزاف نتاع الناس غادي تنطلق غادي دير فيديو ما تلقاش كاليتي، غادي دير بريسا غادي تريض. دونك هنا كنقولها حيت من الاساسيات هو انك يكون عندك لاباس. كنهضروا في اي حاجه ملي كتكون عندك لاباس باش انك كتبداي مثلا تكون عندك كاليتي مزيانه مع موضوع مع بلاصه تصوري فيها مزيانه، كتلقاي بلي الانطلاقه غادي تكون اخف. حتى مثلا كنهضروا في امتحانات، كنهضروا في لي كونكور، ولا الواحد ديما كيخلي راسو حتى للتالي بحال اللي غادي الا خسر فيها غادي يضعف وغادي يخرج، ولكن الا كان موجد لها يعني قبل ما يدخل موجد ومستعد، كتلقاي بلي الانطلاقه كتكون سهله وبلا ما كيقدر يكمل. حيت ماشي بحال انا من الناس اللي فريمون كتعرفوني كنموت على الزيرو وكنبغي نبدا من والو، ولكن كاين الناس اللي ما كتحملش الخساره من الاول وانها تبدا من والو. دونك كتستعد دي مثلا ماشي نجي ونلونسي يعني ندبر كاميرا تكون كاليتي مزيانه واخا نصبر شهر ولا شهرين تعطل، ولكن ندبر كاميرا مثلا مزيانه، نكون وجدت موضوع ولا جوج تاع فيديو، دبرت واحد البلايص هكذا نصور فيها ونبدا نهضر، غادي نحس باللي كيكون الضرر اخف والانطلاقه تاعي كتكون اسرع، وممطو انا كنكون مرتاحه ملي كنبدا احسن ما كنبدا وكنلقى راسي باللي لا ديبريسيت ما عشنيش لا فيديو فوالا. فهمتوا شنو نقول؟ دونك هذه حاجه مهمه بزاف بزاف، ان الانطلاقه ملي كتبداو تكونوا مستعدين لها، حاجه مهمه بزاف. الحاجه الرابعه وبالنسبه لي من اهم النقط هي النقطه رقم 4، هي اللي غادي تبداو في الانطلاق. وانا قبل الانطلاق غادي نقول لكم بلي كاين جوج حوايج، كاين الانطلاق وكاين الوصول، ما كاينش الرجعه فيها نهائيا ابدا مطلقا. علاش؟ النهار اللي غادي تبداو باش تنطلقوا في شي حاجه وغادي صافي انا غادي نبدا ندير ديك الحاجه، ديروا في راسكم بلي ما غادي تريدوا حتى توصلوا. ما كاينش شي نهار غادي تكري غادي تولي على طريقك تبدلي الطريق نهائيا. علاش؟ بزاف تاع المرات كنكون باغي واحد الحاجه وكنبدا فيها، كنجي كنسمع شي هضره، كنشوف شي حاجه، شي حاجه بس كتبغي تخليني نسمح داك الحلم ولا تحقق داك الهدف. ديما كنتفكر باللي شنو قبل ما نبدا فكرت فيه مزيان، ملي كنت في كامل قواي العقليه ما كتمطر فيا حتى شي حاجه، كنت انا ايمان جالسه بلاصتي ما عندي حتى شي حاجه كنت باغي ديك الحاجه. يعني هذا الشيء اللي وقع راه فقط زماني، يعني انا في النورمال ديالي ملي كنت جالسه ما عندي والو ديك الحاجه بغيتها، يعني هذا غير شي حاجه اثرت فيا. دونك شنو ما غادي يوقع في الطريق اللي هو غادي يكون سبب باش انا نخرجكم على الطريق ديالكم، راه فقط شي حاجه اثرت فيكم في واحد المده زمنيه قصيره، واحد الحاجه اللي خارجيه، ولكن نتوما في الاصل ديالكم راكم باغيين ديك الحاجه. يعني كل ما في نص الطريق تبغوا تسمحوا تفكروا باللي في الاصل ديالكم راكم باغيين توصلوا للتالي. دونك اون فوا تحط راسك في البديه عارفه بلي ما غادي تريدي حتى الوصول حتى النهايه شنو ما غادي يكون. اهم حاجه ان تكون ثقه في النفس. الثقه في النفس حاجه مهمه، وانا بغيت نقول لكم بلي كاين فرق بين انك تثق في راسك وانك تكوني متغره براسك. كاين الناس اللي اصلا الفكره تاعهم لا علاقه راه خاطئه، كلشي الناس كتشوف خطا ولكن كيقول لك لا ندير ديك الحاجه، هذا سميتو عناد وسميتو غرور. ولكن الثقه في النفس انك كديري شي حاجه عارفه بلي ما هي لا حرام لا عيب، غادي تفيد غادي تنفع الناس، يعني هذا ثقه في النفس، ثقه في قدرات، ثقه في حاجه انت عندك بغيتي توصلي لها. حاجه دراها في راسكم نهار اللي غادي تبداو
ما تريدوا حتى توصلوا للنهاية الوصول ديالكم. حاجة ما غديرها فراسكم غادي تعاونكم باش انكم تكملوا ديما تحفزكم وامام فوق تحطكم ديما على الطريق. شنو ما غادي يوقع في الطريق ديما غادي تفكروا باللي ما غاديش نريد حتى النهاية. النقطة الصراحة كنت بغيت ندخلها في اللي قبل ولكن تلمو كنحسها مهمة وضرورية واساسية قلت غادي نخليها في نقطة بوحدها لانني انا بالنسبة لي من الحوايج الكبارين اللي كيأثروا فينا واللي كيخليو بزاف نتاع الناس انهم كيسمحوا في حوايج اللي بغاو حيت في النهاية حنا بشر. شحال ما كتقصحي قلبك شحال ما كديري بحال ما شفتيش بحال ما سمعتيش ولكن حاجة كتأثر فيك وكل شيء كنضعفو في واحد الوقت الرأي نتاع الناس والاحكام ديالهم. نهار اللي تبداو ديروا شي حاجة شنو ما بغات تكون وخا زينة تولي طبا غادي تعاونوا الناس غتلقى ديما شي واحد اللي غادي في التالي غادي يقولك شي هضرة باش انه كيحفظك وانه كيحفظ منك. كل ما كيكون هدف كيكون اعداء هذا ديما هضرة في راسكم لان ما يمكنش كلشي حنايا زينين وكلشي هادي ما غادي يكون شي واحد اللي باغي يأثر فيك. نهار اللي تبداو باش تخدموا على الحاجات ديالكم توقعوا بلي غتلقى واحد الناس اللي غادي يقولوا لكم شي هضرة اللي ما غاديش تعجبكم واحد الناس اللي غادي يحاولوا كل ما بجهدهم باش انهم يحطموكم ومام طول واحد الناس اللي هما اخر وحده توقعتوهم راه غادي يعاونوكم. دونك هذه حاجه مهمه ديروها في راسكم توقعوا الأسوأ ما يمكن من البشر وتوقعوا احسن ما يمكن من البشر باش نفسانيتكم تكون مستعده حيت بزاف تاع الناس كيكون غادي في الطريق حتى كيجي شي ناس كيخربوا له حياته كيبغوا يحطموا كيبغوا شنو ما يبغوا يديروا حتى كتلقى سمح. يعني اكثر اشياء اللي كتخلي السمح هي العواطف اللي كتاثروا بشي حد واللي كنسمعوا شي هضره ولا شي حد كيحاول انه ينقص منا. دونك هذه الحوايج كتخلينا نسمحوا. دونك وجدوا راسكم قصحوا قلبكم ماشي خالي من العواطف ولكن قصحوا قلبكم في حاجه اللي بغيتوها وثقوا كثر في حاجه اللي بغيتو. بالعكس هاد الانواع ولا هاد البشر تاع الناس اللي كيكون في حياتكم هو اللي غادي يدفعكم باش تكملوا كثر وتحققوا الحاجه اللي بغيتوها. كما كنقول حنايا عناد فيهم حيت انا من البشر اللي كنبغي نعاند دونك عناد في دوك البشر مكمله. دونك هذه ديما تفكروها. الحاجه رقم 6 اللي هي مهمه ليا بزاف 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 ومهمه بزاف في تحقيق الهدف ديالكم في الاستمراريه ديالو حيت اهم حاجه ملي كتبدا تحققي شي حاجه هو انك كتوصلي للتالي وتوصلي للنهايه. باش توصلي للنهايه من اهم حاجه هو يكون التجدد والجديد. ملي كتبداي كتبدا عندك فكره عارفه اون جينيرال شنو باغي ديري كتنطبقي فيها ولكن من بعد خصك يكون عندك تخدمي اكثر على تجديد افكار ديالك تخدمي اكثر على المواضيع تخدمي اكثر. ملي تبداي كتقول بغيت ندير شي يوتيوب كتلاقي كديري شي يوتيوب كتلونساي واش ديما نفس لي فيديو ديما الشخصيه ديما كتشوف الناس اللي نتيا ما كتشوفش شي حاجه جديده. يعني خص شي حاجه ديما يكون جديد كيوتيوب كاي مهنه اخرى كاي هدف اخر كاي حلم اخر. ديما خص الواحد يحس باللي كيحضم على الافكار ديالو. علاش؟ باش يثبت شخصيته. ماشي انا كنقول شين يوتيوب كنقول فلانه بالاسم كنقولش طبيب كنقول فلان بالاسم ما كنقولش مغنيه كنقول فلانه بالاسم. يعني شنو ما كيكون الهدف هاد الدنيا شنو ما بغى يكون الواحد انه كيوصل كيفرض اسمه على الحاجه اللي كيخدمها ولا الحاجه اللي كيديرها هذا انسان كامل بكل معنى للكلمه. حيت الواحد خصو يفرض شخصيته ماشي حيت فلانه بوكو صافات في يوتيوب دونك سنا انا خصني نمشي نتبوكس باش غادي نفوت في يوتيوب ولا فلانه حيت ذكيه فات في يوتيوب يعني انا خصني نولي ذكيه باش نفوت في يوتيوب ولا ظريفه باش نفوت في يوتيوب. انا خصني نكون ايمان باش نفوت في يوتيوب بالقبحية ديالي بالزين ديالي بالذكاء ديالي بالبلدة ديالي بالضحكة ديالي بالاستعصاب ديالي كإيمان شخصيتي اللي كترسمني. وأنا من الناس بزاف اللي كنرفض أن أي واحد يبدل شخصيته باش يولي شخصية أخرى. شنو ما بغات تكون ديك الشخصية بيرفكت لأن في التالي واحد كيخدم على نوع الشخصية ديالو وكيعزز الحوايج اللي زوينين فيها واللي خايبين فيها ماشي كيبدلها. حاول أنكم تكون عندكم أفكار جديدة تكون عندكم شي حوايج اللي هما جداد ما دارهم شي حد قبل ولا دارهم بطريقة نتوما مختلفة. دونك هذه حاجة مهمة غتعاونكم باش أنكم تستمروا حيت الناس ما كيبغوش النمطية الناس ما كتبغوش شي حاجة اللي هي ستابل كيبغوا يشوفوا ديما الحوايج الجداد لا بالنسبة لكم لا بالنسبة للناس. حاجة رقم 7 ديجا أنا باش تكونوا وصلتوا لهذه النقطة هذه هو نتوما ناس ديجا بديتوا تحقيق الهدف ديالكم وراكم في الطريق وغاديين فيه كلشي بخير ونورمالمون كتكونوا لقيتوا النتائج الحاجه اللي بغيتوا ديروها واخا شويه من بزاف اللي باغي ديروا ولكن كوميم راكم بديتوا كتلقاو النتائج. هذه حاجه مزيانه ولكن الحاجه الاهم هو عمركم ما تنساو اللي بديتوا ضروري من الصفر. نهار اللي بديتوا من الصفر كنتوا ناس جالسين ما عندكم حتى شي هدف وكنتوا تالفين مازال ما عارفين شنو ديروا كنتوا كتخدموا باش الله تبداو ضروري تفكروا ديك الحاجه على جوج تاع الحوايج. اول حاجه لان اكثر حاجه غادي تخليكم تكملوا في الطريق هي الحوايج هي البديه هي اللي سمرتو هي الخدمه اللي خدمتو هي فين كنتو فين وليتو كتحسوا ديما بديك اللي هي اللي غتعطيكم لا فورس باش غادي تكملوا. دونك ديما تفكروا حيت اكثر حاجه غادي تقويكم هي ملي تفكروا فين كنتو فين وليتو غتلقاو بلي درت واحد المجهود بسيط وتحركتو وزدتو القدام. دونك ديما تفكروا انكم ديروا اكثر واكثر باش تكملوا تحقق الهدف 100%.
الحاجه الثانيه باش ما تغروش باش يبقاو رجليكم على الارض، لحقاش نهار اللي رجليكم يتهزوا من الارض غادي تطيروا وغادي يطير معكم كلشي. لا للغرور راه ماشي معناها ان يكون فنان مشهور باش غادي يكون مغروره، راه كاين ناس بساط كتلقى عمرو ما قرا ما كاينش عارف الباب حتى نهار اللي فاليده ماده كيولي كيطير مع الطيور. ما علاقتها هذه بالغرور؟ ما فهمتش. ديما حطوا رجليكم في الارض باش تكملوا، لان هذيك الا كنتو من راكم البشر كنت نتوما معانا، هذه وحده غادي تطير راه صافي ما بقاش انسان عنده المخ ولا عنده الذكاء ولا عنده التفكير حيت جراتو حاجه اخرى. دونك هذه حاجه جوج ديما تفكروها باش انها تقويكم وباش انها تقاد ما حطاش ليكم على الارض. دونك فوالا كنتمنى ان كل واحد يلقى هدف ديالو واللي لاقيه حتى هو يقدر انه يحققه ويحقق الحاجه اللي باغيها بكل قلبه، حيت احسن حاجه هو ان الواحد يحلم على حاجه باغيها، واكثر حاجه كتفرح هي الواحد ملي كيوصل باش انه كيحقق واحد الحاجه باغيها. صراحه ما كاينش احسن داك الشعور. كنتمنى لكل واحد وليا حتى انا بحالي بحالكم. كنبغي نقول لكم مره اخرى بهذه النصائح اللي انا نفعوني، اللي انا ديما كنخليهم في راسي حيت كما قلت لكم راسي قاصح وكنبغي ديما تكون هدف نتاعي واضح. كنبغي نشاركهم معكم بحال خواتاتي بحال خوتي بحال صحابي، كنشارك معكم شي حاجه اللي انا جربتها نتمنى انها تفيدكم وتعاونكم. نتمنى ان ماشي 7 النقط كاملين فادوكم، واحد ولا زوج غادي يكون فيه الخير والبركه بالنسبه ليا. كنتمنى صراحه انها تكون فادتكم، خديتوها كما قلت لكم بصدر رحب وعجبتكم هذا الفيديو. دونك الا كان لوكا ما تنساوش انكم تلايكيو، تسمحوا لي مره اخرى على هذا الفيديو حيت فريمون انا حاسه راسي ونقص لي الانرجي، تسمحوا لي. ولكن كنظن بلي حاجه زوينه بالنسبه ليكم حيت هضرت بشويه في هذا الفيديو حيت ما فيهاش الجهد، اش بالكم؟ قولوا لي في الكومونتير. مخنطاش نهضر حاسه ديك النهضر بالسياسه ها ولا لا. انا فريمون هذا الفيديو يكون عجبكم ما تنساوش انكم تلايكيو تابونا في ماشين الى اول مره كتشوف هذا الفيديو، تو باغدو تشرم اون بعد انفورماسيون سورتو سناب شات البنات اي فيسبوك باسكو فوالا تما كنكون بزاف لو في دنا اون بيزو. ميرسي ليكم، ميرسي على التتبع ديالكم، ميرسي على الميساج الغزالين ديالكم، ميرسي كتسولوا فيا اي سي غراس افو ديجا كنوض وكندير فيديو باسكو فوالا ما كنقدرش نقول لكم لا وخصني ضروري نحط لكم شي حاجه. لو في دنا اون بيزو جو فوز ادور لوف يو.